انت وش رايك في الطرد صحيح ولا لا؟ والله شوف يعني عشان ما قانونا لما ترجع يرجع الحكم قانون انه في ضرب وفي تهور، لكن كان بالامكان انه الامور يعني ما تستاهل كرت احمر مثلا، يقدر يمشيها ويروح القانون، لكن قانونا معاه كون انه رجع للفار وشاف الكف الحلو الجميل على الوجه الكوري، فاعتقد انه اتخذ القانون بصرف النظر عن روح القانون ظروف الفريقين والى اخره، له وجهه نظر، اشون حكم اجنبي، لو محلي انتهى الموضوع. الهلال وش يحتاج الفتره الجايه؟ وش اللي ما يحتاج؟ يحتاج مدافع بجانب الكوري، يحتاج مهاجم، قوميز قلناها ألف مره ما قصر ومهاجم خدم الهلال، يحتاج مهاجم صريح. بس اشياء بسيطه، الهلال عنده لعيبه، عنده لعيبه محليين، عنده بس يحتاج بس تغيير مدافع وطريقة أداء، يعني مو مجرد تغيير لاعب، طريقة أداء، كيف تحمل الفريق من الخلف؟ الهلال مكشوف أي فريق في الخلف. لاحظ هذه ثالث مباراة الهلال يسجل فيها أهداف. وصول المرمى المعيوف يعني كثر خير معيوف، مو كل مرة يعني تسلم الجرة، وقلناها ألف مرة يا دفاع الهلال والكوري ما يلام، لما ألعب جنب البليهي بصراحة بيجيني صداع. أقدر البليهي لاعب ورجل ومحترم وخادم الوطن وخادم المنتخب، ولكن ما يمكن هذا يكون المكمل للاعب الكوري، وانا ما ابغى انكد افراح الهلال. الهلال يحتاج الى عمل حتى يستعيد شخصيته ولا يجعل الجمهور على يعني يدهم على قلوبهم خوفا من ضياع الهلال. اليوم مش الحظ وتوفيق من الله سبحانه وتعالى، فاز الهلال. لا نضحك على انفسنا، فاز اي والله الهلال شاف ذهب، اوكي شاف ذهب، بس جوا الملعب الفيصلي فنيا قياسا على ظروفه وبعد الطرد انا برضو حتى ما يلامون يعني فريق محترم على الكلام. الهلال لا، لعيبته صنعوا الفارق. واحد عنده زي سالم، من اللي يقدر عنده الجرعه والشجاعه في كوره زي ما تفضل كابتن وليد، ما لها الا هاللعب باك بورد. فمبروك الهلال، ولما ننتقد المدرب لان ننتقده فريق فايز. الهلال يحتاج مدرب يعرف كيف يوظف اللاعبين الموجودين. قبل ما نبحث عن لعيبه اجانب لابد ان تبحث عن مدرب كيف يوظف اللاعبين الموجودين.